السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حجار يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا يا إخوة، الأحجار كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. لو اسمح لك، انا كنت بسأل على ثواب الجنازة. من صلى على جنازة فله القراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. حضرتك مثلا، هو الصلاة على الجنازة لازم اتبع الجنازة من وهي خارجة من البيت لحد المسجد؟ الاتباع على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تتبعها من البيت إلى أن يصلى عليها، وهذا لك فيه قراط. والاتباع الثاني من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن، وهذا لك فيه قراط آخر. هذا التفصيل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. شيخنا حضرتك، بس هو ماشي، يعني أنا حضرتك لو أنا بدأت من الصلاة من المسجد لحد الدفنة كده أخذ قراط ولا أخذ قراطين؟ الأمر أن تفاتك الاتباع من البيت إلى المسجد، لكن صليتها الله أعلم بالأجر. طيب ماشي حضرتك، هو أنا حضرتك لو صليت على حد ما أعرفوش، يعني أنا رحت مسجد بيصلي في جنازات وأنا ما أعرفهاش عشان أخذ الأجر؟ لا يلزم أن تعرفه، لا يلزم أن يكون مصلي تعرفه، إلا بس تعرف أنه مسلم. هو مسلم وأنا تبعت معهم الجنازة. لا، مأجور إن شاء الله. الله يبارك فيك، نفع الله بك يا فتح ابن عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور خليني. تفضل. والله أنا لست بدكتور. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ ازي حضرتك يا دكتور، اخبارك؟ الحمد لله. والله يعني أنا بحبك في الناس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو تفتكرني، أنا قلت لك أن أنا بسببك حفظت القرآن الكريم. اللهم لك الحمد. يا رب ربنا يحفظك. يا فضلت الدكتور، انا يعني خلصت الثانويه الازهريه السنه دي، فداخل الدعوه الاسلاميه. الله يوفقك. كميه الدعوه الاسلاميه. نعم. انا حابب حضرتك تدعي لي. الله يكتب لك التوفيق اينما كنت يا اخي. يا رب يا رب. اللهم بارك الله فيك. ربنا يباركنا في حضرتك يا مولانا. حضرتك، انا عاوز اسال حضرتك سؤال، يعني انا اسف لحضرتك جدا. اتفضل. ربنا بيقول انا الا وخلوني اسكتوا، ربنا بيقول انا الا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. المقصود بأولياء الله إن هو يعني الفرقة السلفية والفرقة الصوفية كما يعني. شوف يا أخي الكريم. نعم. اسمع. تفضل. إذا أكملت الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. كل مؤمن تقي
هو لله ولي. نعم. ليس المراد الذين أنشأوا قبورا على قبابا على قبورهم وزعموا أنهم أولياء لله، ليس هؤلاء بالدرجة الأولى. قد يكون الرجل منهم صالحا وقد لا يكون، لكن كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالرجل المؤمن المصلي الصائم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر المتعلم لدينه المتبع للجنائز عائد المرضى المصلح بين الناس الحج المعتمر، كل مؤمن تقي هو لله ولي. نعم. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. طب أنا آسف، النصيحة يتوجهها يعني توجهها لي وأنا داخل الدعوة الإسلامية؟ الأول تبتغي وجه الله بعملك وبكليتك، ليس أنك تدخل من أجل الشهادة فقط، لا، تدخل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلب للأجر والثواب منه. وعليك أن تعتني بكتاب الله وسنة رسول الله، فهذان أصلان عظيمان من اتبعهما لا يضل ولا يشقى. واحفظ لسانك من القيل والقال. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نور أحبك الله يا سيد الصاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب اتفضل، الله يحفظك. في سؤالين يا شيخنا. اتفضل اسأل. هو أول سؤال يعني أنا طبيب، فبسأل يعني في بعض الأطباء بيكتبوا على رشداتهم أحاديث أو كده، ينفع أكتب ولا نخاف إن إحنا يقع يعني إذا كان الأوراق الجلال على الأرض أو كده؟ إذا كانت تمتهن فلا تكتب، إذا كانت ممكن تحفظ لا بأس. طيب سؤال تاني آخر، جزاك الله خير. وياك. يعني رأيت يعني فيما يرى النائم أن حول الكعبة، وأنا أرى يعني شخصا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أستطيع أن أجزم يعني إذا كان هو الرسول أو لا. يعني رأيت وصفة كأنه يعني شخصا له لحية ويعني أنف يعني منحني قليلا، ويلبس لون يعني يقال بني فاتح كده يعني فوق الأبيض، ويعني يلتف حول الكعبة ويبحث عن أمر ما في الجهة المقابلة. حبيبي يعني ما هنا تفسير أحلام، إلا بس أنك ذكرت رسول الله فوقرنا كلامك بعض التوقير، لكن عموما أقول لك الضوابط الشرعية لمن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام حتى يصدق أنه رأى الرسول. أولا أن يكون المخبر صادقا، ثانيا أن يقول المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى الرسول أبيض، إذا رأيت شخصا أسود ليس هو الرسول. ثانيا الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت شخصا ليس على خلق عظيم فليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم الكلام. ثالثا رابعا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. بارك الله فيكم، حفظك الله يا أخي محمد السيد الجداوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ خبر حضرتك ايه؟ الحمد لله طيب، الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له، بارك الله فيك يا دكتور عم. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، الحمد لله يعني الحمد لله اظن نفسي على منهج اهل السنة في الاسماء والصفات، ولكن عندي بس صفة التردد، يعني ارى ان الحديث انما اراد رسول الله ان يبين لنا ان الله يكره مساءة العبد المؤمن، فبعض الناس تقول لي لا هذا اتجاع وهذا ضلال وهذا فما راي حضرتك ان الله ايه في حديث صفة التردد يا مولانا؟ وانت تعرف ان هذا الحديث هو في صحيح البخاري، لكن بعض العلماء او في سنده راوي يقال له خالد ابن مخلد القطواني، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، لكن على أي حال نثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق له من غير أن نمثله، أن نمثل أو نشبه الله بعباده. بارك الله فيكم.
طيب يا مولانا بس اخيرا عشان اعرف وقت حضرتك، هل ان الانسان يعتقد انما اريد بهذا الحديث ان يبين رسول الله ان الله يكره مساعة العبد المؤمن فقط بدون اثبات صفات التردد، هل هذا من الضلال او الابتجاع؟ لا، انا قلت لك الامر الاول، اذا ناقشنا الحديث على ثبوت، على فرض ثبوت صحته، والمصححون يقولون في البخاري، والذهبي يقول له لهيبة الجامع الصحيح العدو في منكرات خالد بن مخلد. فعلى أي حال نحن في مثل هذه الأحوال مع قول رسولنا الثابت عنه نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير ما تمثيل ومن غير ما تشبيه، والله أعلم. اختصارا جزاك الله خير. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. حلك يا شيخ. الحمد لله. يا شيخ الله يخليك، بسأل على جنبي رجل مسن. نعم. نعم ماذا قلت عفوا؟ جنبي رجل مسن بيجلس بنته في الشارع، فأتصدق عليه من حين لآخر يعني. فآخر مرة مقرب منه عشان أديله الصدقة، لقيته بيطلع علبة السجاير من جيبه وبيولع سيجارة. طبعا أنت عارف علبة السجاير دلوقتي يعني مش أقل من 50 جنيه. لا تعطيه فلوس. هل تجوز عليه الصدقة يا شيخ ولا لا؟ تعطيه فلوس. نعم؟ لا تعطيه. لا أعطيه؟ هذا متسول. هو لا يتسول يا شيخ، هو بيجلس ببيع مناديل وبنته في حضنه. ما هو بيع المناديل ده هو التسول الحديث. بيع المناديل، مسح السيارات رغم أنفك. هذه هي صور التسول الحديث. يعني واقف في إشارة سيارات، يأتي واحد معه منديل ويمسح السيارة رغم أنفك. هو رجل مسن يا شيخ. يا حبيبي اذا كان متسولا، ما هو المسول بيبيع مناديل، هو علامات التسول بيع المناديل. يا شيخ هو يجلس على الرصيف بس يبيع المناديل. خلاص، هو يجلس على الرصيف يبيع المناديل. اعطي صدقتك لمن لا يشتري بها السجاير، اشتري بها قوت. نعم. على مين؟ على من تجوز الصدقه يا شيخ؟ طب انا عندي ناس قرايبي ابوهم متوفي، يعني من اقولهم متوفي، لكن يعني فانا برضه اخرج الصدقه عليهم، لكن في بعض الاحيان البنات مثلا تروح مثلا الجيم، تروح اماكن زي كده. طب الجيم اللي كانت البنت تخينه هتعمل ايه؟ ما لازم تذهب الى ما فيش يعني، حرام يعني لما تذهب مع البدن الزايده تخفف الوزن شويه، ما في مشكله. الا اذا كان جيم مختلط. لا 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 لا. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم أن تكون بخير مولانا. الحمد لله، الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. حضرتك أنا بسأل سؤال عن جواز زواج المرأة المسلمة من الطاعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. والله لا نحب لها ذلك أبدا أبدا أبدا. أن تتزوج الصالحة بشخص يلعن صباح مساء في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي عائشة، أبدا لا نجوز لها ذلك أبدا. لا نجوز لها يعني ليس معنى أننا نحكم عليه بالكفر قولا واحدا، لأن تعرف الكفر له يعني له ضوابط. تكفير له ضوابط، لكن ابتداء ننصحها بالبعد التام. يعني انا بس باب التكافؤ فاسق و... لا. سباب المسلم على الاقل ما يقال ان الرسول قال سباب المسلم في السوق، ده بصفه عامه. فما ظنك بسب شخص اخبر رسول الله انه في الجنه؟ ما ظنك بشخصيه انزل الله براءتها من فوق 7 سماوات؟ ما هو ده اللي انا بسال عليه اكثر. اذا كان يتهمها بالفاحشه يكفر. يعني اللي يختلف، ايوه اللي يختلف على الصحابه ماشي، لكن ان يتهم امنا عائشه بالزنا؟ اذا اتهمها بالزنا يعني كذب القران المنزل. هو ده السؤال. هو ده لا تتزوجه ابدا ابدا. انا ما بطلبش نصيحه، انا بطلب حكم شرعي. ما لا يجوز، لكن لا يجوز، مكذب بالقران. بالظبط. هو يكذب يعني بالقرآن، لا يجوز أبدا الزواج به. جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا تفضل. لي سؤالان. اسأل. السؤال الأول، جنازة أقيمت بحكم سياسي فذهبت إلى المقابر ولم يصلي عليها إلا في المستشفى. تقول إيه جنازة إيه عفوا؟ جنازة اتمنعت من إن هي تصلي عليها، جنازة منعت من الصلاة. ميت منع من منع الناس من الصلاة عليه بحكم الله عليه. إيه؟ إذا وقفت جنب المقابر وصليت منفردا بعيد عن رأس الميت، عن المقبرة نفسها. لا بأس. منفردا. لا بأس. السؤال الثاني عايز حضرتك يعني. طائر دجاجة فراخ. تمام. يعني كانت مريضة فبدأت في الموت يعني في الروح، خروج الروح، فذبحت. انهرت الدم. انهرت الدم. ايوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله فكله. تمام. يعني الذكر بس ما اتحركتش بعد ما ذبحت. لا يعني في دم نزل. يعني في دم نزل. في دم نزل. دم نزل خلاص. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ حالي طيب والحمد لله. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤال بسيط لو سمحت. تفضل. دلوقتي يا شيخ، أثناء الترديد في أذان الفجر لما الإمام يوصل للصلاة خير من النوم، المفروض أقول إيه؟ عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه وجهة، أن أقول كما يقول المؤذن. ومن العلماء من يقول لا مانع من أن نصدقه، تقول صدق صدقت صدقت، لكن حديث الرسول أولى والله أعلم. شكرا شكرا. الله يكرمك ووفقك. الله. أحمد بن منصور بارك الله فيك يا دكتور عمرو، أنت شيخ فضل الشيخ أهب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. عنك الله سبحانه. حضرتك سؤال، حكم تداول الأموال إيه؟ تداول الأموال إيه؟ بورصة يعني ولا إيه؟ اللي هو بيحول الفلوس دولارات وبعد كده يحول يعني يمكن عنده شوية لحد ما الدولار يغلى يقوم يحولها جنيهات تاني. يعني شخص غير ماله بطريقة آمنة من جنيه إلى دولار. الأصل الجواز، إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمسلمين فلا ضرر ولا ضرار، لكن الأصل الجواز. بعد حضرتك سؤال كمان. تفضل. اللي هو الإنسان ممكن يمزح مع والده إذا كان الواد لا يسمح له بكده، مثلا اسمه مصطفى يقول له درس ويسمح له بكده، هل هذا يجوز ولا لا؟ يجوز ما لم يعني يبتذل الأب. أنت تعرف أن أصلا الصحابة كانوا يداعبون أباءهم أحيانا والأباء يداعبون الأبناء أحيانا، ما لم يصل إلى حد إهانة أو ازدراء. طب سؤال بعد أخير، الحكم يضرب على الطعام لو واحد يعني في السجن وهانة وكده وأضرب على الطعام إلى أن مات، هل هذا يوم كافر ولا لا؟ الله جاهل. جاهل؟ طبعا جاهل، لان الاضراب عن الطعام هذا ليس في شريعتنا. شيء اسمه اضراب عن الطعام هو يقصد الموت، يعني ده لما سيموت هو اضرب يعني من باب رد طلب بالكرامه ويعني مؤسسات حقوق الانسان في الدول. اعلم ان الاضراب عن الطعام بدعه دخلت على المسلمين ليس لها اصل في ديننا، وقد اسر عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبيب وغيره ولم يضربوا عن طعام، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه عادة وردت إلينا من دول الكفر ولا أعلم لها مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، بل يجوز لنا إذا قدر علينا أننا نؤسر أو أننا نأكل حتى من الميتة. أما الإضراب عن الطعام إلقاء باليد إلى التهلكة ولا أعلم له مستندا لا من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبس سيدنا يوسف عليه السلام ما أضرب عن الطعام وهو الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. أصلا من وراء الإضراب عن الطعام شيء آخر، أن المضرب عن الطعام يسمع
يعني يريد أن يعني يلفت نظر العالم الكافر، أنه يلفت نظر العالم الكافر كي يعطفوا عليه. ونحن نعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا شيخ. سلمك الله يا أحمد بن ربيع. الله يعافيها أختي بسنت، الله يعافيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كان اغفل الباب يا عبد الرحمن. نعم. في حديث حضرتك بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للزوجة وفراش للزوجة والثالث للضيف والرابع للشيطان. حضرتك سند الحديث ده صحيح؟ نعم صحيح. طب حضرتك، هو معلش، هو في يعني انا سمعت فيديو لاحد الشيوخ بيقول ان لازم المفروض عشان نتجنب وجود الشياطين في الفرش اللي هي المهجوره دي لازم ان احنا نطويها. هل حضرتك جه اي احاديث في طي الفراش؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. لان احيانا تكون عندنا فرش، هب ان اضيافك كثيرون، فاحيانا الاضياف يكونون كثيرون ومفاجئون، فلا مانع اذا يعني تهيأت لاستقبال اي ضيف في بعض الساعات، ما في مشكله. نعم حضرتك، لكن حتى طي الفراش ما فيش اي حديث. طي الفراش لا اعلم فيها نصا بالامر. تمام، ربنا يجزيك كل خير يا شيخ. حفظك الله يا عبد الواحد العدناني. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحبك الله في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. متى اصلي الفجر بعد الاذان؟ يعني ممكن ربع ساعه ثلث ساعه ان شاء الله باذن الله. والسنه؟ نفس الشيء، ما اذا استجزنا الفرض سنستجيز السنه. يعني اصلي السنه بعد ربع ساعه بعد كده مثلا اصلي؟ تقريبا ان شاء الله. هذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. بس كان الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يسلمك. كنت أسأل بس عن المعاملة في باب البيوع، وهي المعاملة في فودافون كاش. إرسال وأجر مقابل الإرسال لا بأس به. طيب الاجل فيها او عدم التقابض؟ الاجل الحالات الاستثنائيه الطارئه مع عدم الزياده في الاجره لا باس بها، لكن اذا اتخذت تجاره العاجل لا يجوز بها، لانها ستتحول الى تجاره عمله. نعم. الله يسلمك، تجاره العمله يلزم فيها التقابض. احوال كثيره يكون الشخص محتاج مثلا لمبلغ. اقول الحالات الضروريه المستثنيه هذه لا تعد تجارة عملة، إنما شيء لإغاثة الملهوف. طيب الزيادة فيها؟ ما فيش فيها زيادة، أقول لك أنا سأرسل لك 1000 جنيه وعمولة الإرسال كما هي ثابتة. تمام. الله يسلمك. وجزاك الله خير يا ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كان واحد صاحبي ملتزم وحلو وكل حاجة وسمي نفسه النهاردة لا اله الا الله ببرشام القمح، تسمع عنه؟ الله يعافينا واياك وذريتنا وذريتك يا رب، والمسلمين والمسلمات. ده مصيره ايه بقى؟ افضل الى ما قدم، افضل الى ما قدم. لكن عندنا نصوص، منها اولا ايه من تحسى سما فقتل نفسه سمه في يدي يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لا إله إلا الله. ولكن أملنا في الله، لأن الله قال أيضا عن نفسي وهو أرحم الراحمين، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فادعو له بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر وارحمه. يا سلام. السلام عليكم. أجيكم معنا بلس الله يا شيخنا. السلام عليكم. أطلب جزاكم الله عنا بلس الله يا شيخنا. وإياك والسمعين يا رب.
الله لنا ثبتنا ولا استنى في ديننا يا رب. يا رب امين يا رب امين يا رب امين. تفضل. اسالك بس متى ترفع الامانه الله سبحانه وتعالى الايام والشهور التي ترفع فيها الامانه الله سبحانه وتعالى؟ ترفع فيها الامانه؟ لا الاعمال ترفع الاعمال الاعمال ترفع الاعمال يوم الاثنين من كل اسبوع. تمام. وردت احاديث انها ترفع في ليله النصف من شعبان لكن سنيدها في اضعف. طيب شيخنا هل يجوز ان اعتمر لامي وابي مع الرغم من علم ان هم يستطيعان يعني بس ما استطعناش ماديا؟ ان هم ايه؟ هل يجوز ان اعتمر لابي وامي مع العلم انهم على قيد الحياه ويستطيعان يعني بس ما ليس يستطيعان ماديا؟ يجوز ان تعتمر عن ابيك وامك. موقوف شبرمة موقوف ابن عباس. تمام. لو سمع رجلا هو طبعا روي مرفوعا وموقوف فالموقوف هو صح. سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال لبيت عن نفسك؟ قال لا. قال لبي عن نفسك او حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الافضل على سبيل الافضليه وهو موقوف على الاصح. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يا مولانا عن المقاسمة ومشروعية اللجوء إليها. مشروعية إيه؟ المقاسمة. قل عبد الرحمن بيه. كيف المقاسمة؟ أن يعني إذا كان في مثلا جناية أو القسامة القسامة يعني. نعم تقصد القسامة. القسامة نعم الله يفتح عليك يا مولانا. أيه القسامة وردت عن رسول الله وعلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في العمل بها. أما الآن فتركوا العمل بها مطلقا. والقسامة في الجاهلية أبين شيئا مما فيها. كان لأبي طالب عبد لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل أو رجل من بني سهم وقال لأبي طالب أعطني هذا العبد يساعدني في سفري. أو جاء رجل من أي قبيلة أخرى من بني سهم أو من غير بني سهم قال أعطني هذا العبد يخدمني في سفري. فأعطاه العبد يخدمه في سفره. فلما كان ببعض الطريق أخذ هذا العبد حبلا من الناقة من أحبال النبل التي تربط بها فربط بها أروة الجواليق. فيا رجل فقال أين حبل هذه الناقة؟ المهم قال أخذت ولا أربط بها أروة جواليقي. فضربه ضربة كان فيها أجله كان فيها أجله مات فيها أجله مات يعني جرح عظيم وسقط والدم ينزف. فسنتركه وانصرف ظن أنه مات. فمر رجل من أهل اليمن عليه فقال وهو يتشحط في دمه هل لك أن تؤدي عني رسالة؟ فقال أفعل إن شاء الله. قال إذا ذهبت إلى الموسم موسم الحج فنادي في الموسم أين بنو هاشم؟ فإنهم أجابوك قل أين بنو عبد المطلب؟ فإنهم أجابوك فاسأل عن أبي طالب. فإن أجابوك فقل له إن فلانا قتل عبدك في عروة في حبل بسبب حبل. المهم أن هذا الرجل لما رجع هذا الرجل سأله أبو طالب أين العبد؟ قال مات ودفناه وأحسننا القيام عليه. فسكت أبو طالب. فلما جاء اليمني وذهب إلى أبي طالب وأخبره الخبر ذهب أبو طالب إلى هذا الرجل فقال له
أنت مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن تدفع الدية دية العبد، أو أن يقسم خمسون منكم أنكم ما قتلتموه، أو الحرب بيننا وبينكم، أو الحرب بيننا وبينكم. فقال لا، نقسم، خمسون منا يقسمون. هذه القسامة. الخمسون طبعا كان في قبيلة هذا القاتل امرأتان من بني عبد المطلب، من بني هاشم، متزوجتان في هذه القبيلة. فذابت المرأتان إلى أبي طالب وقالت: يا أبا طالب، أبناؤنا في هذه القبيلة لا نريد أن تصبر أيماننا يوم تصبر الأيمان. الدية 100 من الإبل، كل ولد ندفع عنه ناقتين ولا يحلفان. فقبل أبو طالب من المرأتين، وبعد ذلك جاء 48 أقسموا اليمين أنه ما قتلوا. فما مر عام إلا وقد خرجوا مسافرين 48، فأواهم المطر إلى غار فدخلوا فيه، فنزلت عليهم صخرة فأبادتهم جميعا. فالشهادة هذه يسمونها القسامة، أن يقسم 50 شخصا. وجد رجل من المسلمين مقتولا في أرض اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود: قتلتموه؟ قالوا: ما قتلنا أحدا. فقال لأهل الميت: يقسم 50 منكم على أن اليهود قتلوه؟ قالوا: ما رأينا. فقال اليهود، أو قال: ترضون بأيمان 50 من اليهود؟ قال: هم كفار فجر يحلفون. فأسقط النبي دياته، ولكنه وداه من بيت مال المسلمين. فتسمى القسامة شهادة 50 شخص من أسرة الجاني أن صاحبهم ما قتل. نفي القتل. نعم، في القتل. نفي الوقعة. أي نفي الوقعة. طب هل هذا له علاقة بالملعنة التي وردت؟ لا، الملعنة باب آخر. نحن في قصة الزنا. نعم، أنا بتكلم على أنه ولا ده لابد أن يكون يعني هنا في اتهام وهنا في اتهام. لا، الملعنة باب آخر، معذرة يعني. الملعنة نعم. لازم يشهد أنه رأى بعينيه. نعم. الملعنة بس هيشهد ويقسم، يعني مش مفيهاش قسم. تقصد الملعنة بين الزوج وزوجته؟ بالضبط. الملعنة بتكون لنفي الولد. بالضبط. فهو الزوج يقسم بالله أنه إما أن يقسم أنه رأى زوجته تزني، أو يقسم بالله لنفي الولد. بالضبط. أو يقسم بالله لنفي الولد، لازم بنفسه. ما نحتاج يعني الملعنة، ما نحتاج غيره. واحد بس. هي أظن يعني، أو أسأل، هل هي صورة من صور القسامة؟ لا، ولا هذا باب وهذا باب؟ لا، هذا باب وهذا باب. فتح الله عليكم مولانا. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب ولله الحمد. لدي سؤال. سل. يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم، صدق الله. هل لفظة ساق هنا على ظاهرها أم أن لها تأويلا آخر؟ ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لكن نزع في لفظه. الحديث طويل، وفيه أن الله عز وجل يأتي لعباده يوم القيامة، يأتي أهل الإيمان، مطلع الحديث: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقولون: أنا ربكم. يقولون: أنت لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه.
فأتين في صورته التي يعرفون فيكشف. هنا الإشكال في هذه الرواية، انتبه، لأنها في الصحيح ومنتقدة على الصحيح بروايات أخرى. هنا فيها فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يخر يسجد له في الدنيا له ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا. فالرواية التي وردت هما رواية لفظان، اللفظ الأول فيكشف ربنا عن ساقه، والرواية الثانية فيكشف عن ساق كالآية، فيكشف عن ساق كالآية. من الناحية الحديثية الفنية، رواية فيكشف عن ساق الموافقة للآية أصح من رواية فيكشف ربنا عن ساقه، من الناحية الحديثية البحتة. فرواية فيكشف ربنا فيكشف عن ساق أصح. وهذه رواية في حال تصحيح، ابن عباس يقول فيها أو ابن عباس أو غيره من العلماء، فيكشف عن أمر عظيم، يكشف عن أمر عظيم. قال بعض العلماء يعني المنافق يفتضح الذي كان يسجد رئة وسمع. فهذا الذي ورد والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. سلام حضرتك. الشركة عندنا عملنا مشتركنا مع شركة بتقدم أقساط. الأقساط دي بدون فوائد لمدة 10 سنين. تمام؟ بس في حاجة. نعم. نعم. مصاريف إدارية. مصاريف إدارية. أنا أسألك سؤال يعني، عفوا اسمح لي. تفضل. هل أنت ترى أن الشركة الآن تؤسس على تقوى من الله ورضوان، تقرض الناس لوجه الله في كده عندك؟ لا. خلاص إذا نحترز من كل هذه. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. بقول لحضرتك انا شغال مع عمي في الانبراج بتاعت البنوك. شغال مع عمك في ايه؟ في تصليح الانبراج بتاعت البنوك. تصليح ماذا؟ الانذارات بتاعت البنوك. الانذارات، اجهزة الانذار. ايه يعني تقول حراسة البنوك. ماشي. ايوه لا بأس. بيتعرض عليا هناك قهوة من البنك ويبقى في كل درهات مية من البنك برضه. ما في عليك مشكلة. ماشي. حتى لو شربت ماء من يد كافر لا بأس. ماشي. الله يسلمك. ولك بمثل يا اخي ياسر عسل. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة مولانا؟ الله يبارك فيك. ارجو منك الدعاء لمريض في الرعاية المركزة بالله عليك يا مولانا. الله يسبغ عليه الصحة والعافية ويعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين. جزاك الله كل خير يا مولانا. اياكم اياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعزك يا شيخ. لدي سؤال شيخ مصطفى. تفضل. المظالم يا شيخ مصطفى مثل الغيبة ومثل يعني المواقف التي ظلمنا فيها، يعني لم نكن نعلم عاقبة هذا، وإذا تبنا ولم نتذكر من ظلمناهم فماذا نفعل في هذا يعني يا شيخ؟ والله أكثر من الاستغفار والصدقة عنهم إن استطعت. الاستغفار والصدقة عنهم. أيوة. يعني شخص أذنب في حق قوم انتياب بسرقة بعد أموالهم الزمن ولا يستطيع الوصول إليهم أبدا، فالشاهد أنه يكثر من الاستغفار، وإن أمكنه أن يتصدق عنهم فعل، ولا يئس أبدا من رحمة الله. وموضوع الغيبة يا شيخ مصطفى، أدعي بالعموم يعني على كل من أختبته يعني أدعي له بالاستغفار مثلا لما تذكره أو لما أعرفه؟ أدعو الله لهم.
نفس الشيء. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمعت يا عم الشيخ. قد سمعت، تفضل. الحكم الراجح في الزكاة الحولية ايه؟ والنقطة الثانية معلش، لو في مال مدخر محول لذهب هل يجمع مع زكاة مع حولية لو موجودة للزوجة يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اختلف العلماء في الحلي إذا كان ذهبا أو فضة، أما إذا كان الحلي أي شيء آخر لا زكاة فيه، الماس مثلا لا زكاة فيها ولو بملايين، لكن خلاف في مسألة ماذا؟ الذهب والفضة، هل عليهما زكاة إذا كان للحلي أو ليس عليهما زكاة؟ اختار قول العلماء القائلين بأن الحلي يزكى للآتي ذكره. أولا للعمومات، مثل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. ثانيا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة شجاع أقرع يطارده ويفر منه قائلا: أنا كنزك أنا مالك. الحديث. ثالثا، دليل خاص من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد حسنه فريق من العلماء أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. هذا الحديث كما قلت حسنه بعض العلماء في مقابل ماذا؟ لا أعلم أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد إسقاط الزكاة عن الحلي. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل منكر، منكر الإسناد. غاية ما احتج به الذين أسقطوا الزكاة عن الحلي هو إذا كان ذهبا هو فعل بعض الصحابة، ولا أرى أن فعل الصحابة يقاوم آيات القرآن الكريم ولا يقاوم الوارد عن رسول الله العام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارككم. حضرتك عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اسأل يا حبيبنا، اسأل. الله يوفقنا وإياكم يا رب. بقول لحضرتك بخصوص المحافظ، التعامل المحافظ الإلكترونية اللي هي فودافون كاش أو موبينيل كاش أو اتصالات كاش والكلام ده. دلوقتي حضرتك أنا ليا واحد زميلي، يعني أنا بكون في محافظة وهو في محافظة ومعايا ناس من محافظة ثانية. الناس اللي معايا دول من الصعيد، فمثلا بيقولوا لي ايه عايزين نحول مبلغ وليكن 1000 جنيه، فزميلي ده في محافظه ثانيه انا بتصل بيه او ببعت له رساله على الواتساب بقول له حول لي 1000 جنيه، وبيكون قدامي مثلا 3 4 ايام على انزل له. فطبعا هو بياخد على 1000 جنيه 10 جنيه. فده في ناس قالت ان ده ربا، وفي ناس تانية قالت عشان العمليات تكون صحيحة لازم تكون واقف قدامه كده وتقول له خد الألف جنيه ومعها العشر جنيه اللي هي الخدمة بتاعته ويبعتها لك في نفس الوقت. أما إذا اتأخرت كام يوم كده يعتبر اقتراض وبيخش في موضوع الرزق، هل ده صحيح ولا حضرتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل. أما إذا كانت بيع عملة، نعلم جميعا أن بيع العملة لا بد فيه من التقابض في الحال يدا بيد، أنت عندك ومندوبه ووكيلك مع وكيله في البلدة الأخرى. لكن في الفودافون كاش أنا بقول للفودافون كاش: يا فودافون أرسل لي هذه 1000 إلى زيد من الناس.
قال عمولتي 10 جنيهات، تفضل 10 جنيهات وأرسل لي هذه السلعة إلى فلان، هذا لا بأس به. لكن افترض أنني الآن صديق لصاحب الفودافون كاش، صديقه، ما بيني وبينه يعني تكليف، وأراد قالت عصرتي، قلت له خذ من معك وصل لي الألف جنيه الألفين جنيه إلى القاهرة، وإن شاء الله أمر عليك غدا أبعتها لك. لعاش من بيني وبينه، لعاش من بينه، ولن تزيد نسبة العمولة على النسبة المعتادة، من أجل النسبة المعتادة نسبة الإرسال إذا كانت 10 هي 10 أيضا، بس كل ما هنالك أنه أقال عصرتي وأرسل لي الألف جنيه إلى أن أقابله وأعطيها لود بيننا، هذا ليس بيعا. لكن إذا اتخذت كبيع وشراء حينئذ نمنعها، لأن البيع العملة لابد فيه من التقابض يدا بيد، والله أعلم. تمام، ربنا يبارك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. بعدين يا شيخ الله يكرمك، بخصوص أنا معايا عملة، إن أنا عملة في السوق السوداء. أنا من مصر، فهل إن أنا أغير عملة، في فرق عملة زي ما أنت حضرتك عارف، فهل إن أنا أغير العملة فيها عليا ذنب؟ يعني هو بيجي لي فلوس مثلا من بره بيحولها لي، فأنا بحولها هنا في السوق السوداء، بيبقى فيها فرق يعني كبير، فهل عليا ذنب في ذلك؟ إن شاء الله يعني، بس يسأل عن القوانين ونخاف عليك يطبق عليك، بس دي مشكلة كبيرة يعني. يعني هي بالنسبة للقوانين ولا تابعين؟ لا، بالنسبة للقوانين طبعا، أما شرعا غير كما تشاء في أي وقت تشاء. تمام، يعني لو القوانين مخالفة يبقى ما يحلش لي أن أنا أعمل حاجة زي كده. أنا ما قلتش كده، أنا لم أقل هذا. السلام عليكم. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كنت عايز اسالك بس بحاجة بخصوص الميراث. اتفضلي. حضرتك انا خالتي مش متزوجة وتوفت، ما عندهاش اولاد يعني، وما عندهاش حاجة. وبتاع ده انا يعني هي عندها ثلاث اخوات، انا من اختها اللي هي متوفية. انا بنتها من اختها المتوفية. بنت اختها الميتة. انا بنت اختها الميتة، هي كانت شايلة معايا عفوا بقى لها 10 سنين. صبرا يا اختي، صبرا. ماشي. امك ماتت قبل او خالتك؟ لا، ماما ميتة بقى لها سنتين تلاتة، خالتي لسه متوفية بقى لها تلاتة. يعني امك ماتت قبل خالتك؟ اه. وانت لك اخوان رجال؟ اه، وهي كانت شايلة معايا ذهب. ايوه. بعينه مثلا معايا داخل في 11 سنة دلوقتي. طيب. هي عندي خالي وولاد خالي، خالي برضو متوفي وولاد خالي موجودين، ولدين وبنتين. خالك المتوفي ده مات قبل خالتك؟ اه، برضو متوفي بقاله فترة كبيرة. يعني استطيع، انا بكلم حضرتك عليها دي لسه متوفية بقالها 4-5 ايام كده. اصبري عليا بس عشان افهمك وتفهميني. الان انت ليكي خالة. اه، توفت. اصبري عليا، قلت لك لا تتكلمي. ماشي، حاضر حاضر. معاك. انت لك خالة ولك اخوال على قيد الحياة؟ لا، ماليش اخوال، خالي متوفي، ولاده هم اللي عايشين. ايوه، يعني خالتك ما تركت احدا الان من اخوانها ولا اخواتها؟ لا، في اختين عايشين وولاد خالي وانا اللي هي مامتي متوفية بقالها كتير، مامتي متوفية بقالها 4 سنين. ايوه، يعني التوصيف امرأة ماتت. اه، وليها اختين عايشين. صبريني عليا، لها اختان على قيد الحياة. ايوه تمام. واولاد اخ ميت. أوه. وبنت اخت ميتة. ايوه ايوه، خالتا اختاها الاثنتان سيأخذان الثلثان. طب انا بس عايز، لا انا اكلمك، انا اجيب لك كل حاجة، انت ملكيش حاجة، خلاص خلصت الكلام، ليس لك شيء. ماشي، خلاص، امرك الى الله بقى. بنت الاخت ليس لك شيء. ماشي، اللي هي متوفية، اللي عشان مامتي متوفية. ماشي تمام. خلاص، القسمة
أختاها لهما الثلثان، لآخر آية في سورة النساء، والباقي الحق الفرائض بلا فمن بقى لأولاد ذكر لأولاد أخيها الذكور، والإناث ما ياخدوش لأولاد أخيها الذكور. ماشي. طب هي دلوقتي الذهب اللي معايا ده ينفع منها في صدقه على روحها؟ لان انا ولاد لازم تستاذني الورثه، الذهب ليس حقك ولا حقها الان، المال مال وارث الان. يعني كده المال دلوقتي على سبيل الامانه يبقى المال مال وارث الان، الله يحفظك. ما اقدرش اتصرف فيه خالص غير لما هم يوافقوا برضاهم ان احنا نعمل صدقه جاريه على روحها. الله يسلمك. ما وصلت لك خالتك بحاجه؟ ما هي ما وصلتش، يكون لما كنت اسالها تشوح لي بايديها وتقول ما 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 تديش اي حاجه، يعني تعمل كده. طب يا خالته الذهب ده خلاص مالكيش حاجه، الامر لله. يلا الامر لله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ مصطفى. وإياكم. شيخنا كنت بس هكلم حضرتك على شيء في العقيدة بس. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الجنة درجات أعلاها الفردوس وفوق الفردوس عرش الرحمن. صدق رسول الله. والجنة فوق السماء والجنة فوق السماء السابعة بسورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. بس يا شيخ ما باجي أكلم أي حد بالكلام ده يعني بيجازني جدال كبير جدا. أرض عن الجاهلي. يعني احنا عندنا الان اكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على ان الله في السماء، وبعدها عندنا الرحمن على العرش استوى كما تفضلت انت في حديث المعراج. جزاك الله كل خير. تجاوز النبي السماء السابعه و وراء سدره المنتهى. سدره المنتهى عندها جنه المأوى، جنه المأوى درجات عليها الفردوس، الفردوس فوق عرش الرحمن. بس انتهى الامر. يعني احدث الناس لا تجادلهم يا اخي الكريم، هؤلاء مبطلون مبطلون مبطلون. بقول لك اذا كان فرعون يفهم عنهم، فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. ما قالش حفر لي يا هامان حفرا انزل لإله موسى، قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إليه الناس. وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، صح؟ وحديث المعراج آمنتم وآمنتم من في السماء. السلام عليكم. اللهم يا رب فرج كرب إخواننا في دولة المغرب يا رب، واحفظهم وسلمهم وعافي جرحاهم وارحم موتاهم واجعلها شهادة لهم يا رب في سبيل الله. قد قال رسولك صاحب الهدم شهيد، اللهم اجعلهم من الشهداء يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله عني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتينا فيه. أنا ربنا يكرمك يا رب. بص يا شيخ أنا تعبانة والله، عندي إحساس على طول إن أنا صلاتي غلط، أنا بنسى، كان جاتني جلطة قبل كده وبنسى. الله يعافيك يا رب. وساعات يعني أنا في حاجات الواحد بيعملها برجع أقعد أتفرج على التلفزيون أشوف تمثيلات، نفسي أبطل العادة دي مش عارفة، وبحس إن أنا مثلا بأخر العشاء جامد، وعندي بنتي تعبانة وما بتساعد مش في البيت وبتغب في وشي وبتزعق جامد على اي حوار على اي حاجه. والسؤال ما السؤال؟ تعبانه نفسيتي تعبانه. طيب ذكري الله ذكرا كثيرا. وانت نفسيتك بسبح والله نفسيتك تعبانه وتروح المسلسل والله لا اله الا الله، ويعني بعمل حاجات واحس ان انا حتى مش مقبوله. انا اميه بس امي جايب لي مصحف اللي هو الناطق مش عارفه امسكه ولا اقعد بيه شويه من رمضان اللي فات. لولا ان انا كنت مسافر. طيب اترك المسلسلات يا اختي.
بتعب والله العظيم، نفسيتي بتبقى متضايقه لما بقعد واتفرج وارجع اسيبه شويه وارجع اتفرج. اذكر الله كثير، اسالي الله العون على الطاعه، اسالي الله العون. انت تعرفي انت تقولي البنت اللي تعبانه دي على طول يا شيخ ادعي لها بالهدايه، الهدايه ادعي لها بالهدايه. انا بدعي ساعات بيجيني لحظه ان انا ادعي يا شيخ عليها مش بدعي لها. لا ادعي لها ادعي لها ما تدعيش عليها. وصلح نفسك، سيبك من المسلسلات والكلام الفاضي ده. انا عندي 57 سنة بس لسه في المسلسلات. انت طايشة والله 57 سنة خلاص. انا من الموضوع ده والله كلنا ننتظر الموت. السلام عليكم. ليه يتعب يرجع الى الله مش يروح المسلسلات والافلام؟ ليه يتعب يرجع الى الله يذكر الله يدعو الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحفظك، بارك الله فيك، أنا فقط عاوز الدعاء، الله يحفظك، ادعينا دعاء، الله يبارك فيك. الله يوفقنا وياك ويسكننا وياك. والله أردنا الهجرة من بلاد فرنسا، ادعينا الدعاء، الله يبارك فيك. ربي يفرج كربك ويزيلك عن هذه البلدة الظالمة. الله ربي يحفظك، أنا أسمع دائما دروسك وأشهد الله إني أحبكم الشيخ أبو إسحاق وكل علماء أهل السنة، ربي يحفظكم إن شاء الله. أحبك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش أنا كنت عايز أسأل على حكم الواحد يروح حفل تكريم بسبب تفوق دراسي أو غيره. حفل تكريم في إيه؟ لتفوق دراسي. حفل تكريم لتفوق دراسي. لكن ما أعرفش الحفل هل هيكون فيه معاذير زي مختلط ولا غير مختلط الحفل؟ المعلومات دي مش واضحة. ها؟ مش واضح المعلومات دي، لكن يغلب على الظن انه غالبا مختلط. خلاص لا تذهب، ايه المشكلة؟ يعني لو كان في منفعة الآن كلام يقول لك ممر شرفي. واحد بيمر مدرس ولا دكتور ولا أيًا كان وبنات وبنين وفوضى ويكسروا ويلعبوا. الكلام الفارغ ده خلاص سيبنا منه، الله يبارك فيك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حبيبي. لو سمحت، هو دلوقتي في شركة بتبيع ذهب وفي شركة تقسيط. شركة بتبيع ذهب وشركة ايه؟ شركة ذهب وشركة تقسيط. شركة ذهب وشركة تقسيط. بالضبط. ففي واحد دلوقتي بيشتري ذهب، فشركة التقسيط دفعت الفلوس لشركة الذهب وهو أخذ الذهب، وهو هيقسط المبلغ لشركة التقسيط. هيقسطه بزيادة طبعا. لا، قالوا له هيقسطه له بنفس بدون زيادة. بس هما كده كده يعني واخدين زيادة من البداية، يعني هما المبلغ على بعضه كده في زيادة أصلا من البداية. كل قرض جرى النفع انه يعد ربا، ولا يجوز بيع الذهب بالآجل. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، والدي توفى وستي ام ابويا جات لنا البيت وقالت لنا انا عايز حق. طيب لا حق. لا السدس مش كده يا شيخ مصطفى؟ ايوه نعم، لا السدس. طيب بعد ما طلبت الحق ووالدتي وقفت لها يعني بحسن ظن وحسن نيه فيها كده، وقالت لها يعني بطريقه استعطاف ان الولاد صغيرين ومحتاجين نربيهم، ويعني بنستسمحك ان انت تتنازلي عن حقك السدس دوت، وانا كمان هستنازل انا كمان، وفي المقابل ان عشان نربي العيال يعني بطريقة استعطاف يعني برضه ايه طيبة كده. وبعد كده يا شيخ مصطفى قالت لها مفيش مشكلة، بس هي برضه ايه ما سكتتش لما خدت مبلغ برضه بسيط كده تقريبا حوالي 15,000، الكلام ده من فترة. وبعد كده خدت المبلغ حوالي 15,000، الكلام ده مر عليه تقريبا دلوقتي يمكن 15 سنة أو حاجة زي كده. وبعد كده راحوا عند ناس اهل لعمده يعني او كده، وقعدوا مع بعض وهم الاثنين مضيوا على كده ورق. يعني خلصنا بس الدور، خفف. جدتك اخذت مبلغا خفيفا وتنازلت عن ميراثها من ابنها
لكم لك انت والاخوات بناء على طلب الام الزوجه. اي أيوة طلب على طلب الزوجه. وبعد ذلك ما الذي حدث؟ وبعد ذلك فتنزلوا سوا ومضوا ورق بكده. وبعد كده الام بقى نفسها لما ست ماتت جات اليومين دولي لما اخواتي بقى واحنا مع بعض عايزين نوزع مع بعضنا للورث قالت انا هاخد حقي. ايوه امك نقضت العهد. امك نقضت العهد التنازل. ايوه وبتقول انا هاخد حق انا عايز حقي في الورث. ارجعوا ايضا وقولوا احنا عايزين حق نفسي جدتنا. يعني ايه؟ نعمل ايه تاني معلش يا شيخ مصطفى؟ هو جدتك لما وهبت لكم جزء من الميراث او ميراثها من ابيكم بناء على طلب والدتي ده هدوء وقفت لها. ايوه بس اصبر عليا. امك اتجوزت غير ابوك ولا ايه؟ اتفضل. امك تزوجت غير ابيك؟ تزوجت. ايوه تزوجت واحد اخر. تزوجت نعم. فتريد حقها الاصلي. تمام. جدتك لها ورثه اخرون؟ لها اخوات ابويا بس مش اب وام مش عصا اخوات من الام بس. خلاص جدتك افضت الى ما قدمت وامك التي يعني هل ترجع الام هل يجوز للام ان ترجع الى. انا كنت كلمت حضرتك في الموضوع ده شيخ مصطفى من حوالي تقريبا يعني تنازل ام جدتك كان بناء على ان امك ستتنازل ايضا. ايوه نعم امي قالت لستي الولاد صغيرين وعايزين نربيهم مع نربيهم فبعد اذنك باستعطاف كده ويعني بطريقه استعطاف اتنازل عن حقك عشان الولاد يتربوا فستي كانت واقفه عايزه حقها مش راضيه تتنازل خالص فيعني ما سكتتش الا لما خدت لها مبلغ كده 15,000 طبعا ما يعادلش السدس خالص. فاصبح ده يعني عهد بينهم وبين بعض وماضيين ورق على كده. خلاص امشي على الماضيين عليه بس خلاص. نمشي على اللي ماضيين عليه؟ اما طبعا يعني لا ترث. مين التي لا ترث؟ الام انا لا ترث. ترث من؟ من الاب يعني ثمن؟ من زوجها اللي هي تنازلت مش هي وقفت لسته. ايوه تنازلت عن الثمن وجدتك تنازلت عن السدس. ومدين ورع بكده. خلاص خليكم على ما مضيتم عليه. طبعا في حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عفوا يعني عند الجمهور من العلماء نعم في الرجوع في الهبه إلا هبة الوالد في مواهب لولده لكن الأم الآن وهبت من مدة بناء على أنها أخذت ميراث الجدة لكم أيضا لا ترجعوا في هذا الاتفاق. تمام يا مصطفى. مع السلامة. زوجت زوج ثاني والزوج الثانية خلاص عبد الرحمن بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا عليك توكلنا وليك أنبنا بك خصمنا وليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا، ويا خير الفاتحين افتح علينا، ويا خير الناصرين انصرنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وأصلح سخائم قلوبنا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.